السلام عليكم. جيت لهذا المتجر كنقلب على المواد ديال سون غلوتين. عندي واحد الوليد مريض عنده لا مالادي السيلياك وكنقلب على هاد المنتوجات بزاف لا في مدينة اسفي لا في سميتو. المهم ما تلقاش اغلبيه. المهم نعتوا لي الناس هاد المتجر في مراكش. بصراحه تفاجات لقيت عندك كلشي. انت ما كتشوفوا انا كنضرب لكم واحد الدوره. هذا النشا ديال الذره يعني شحال وانا تنقلب عليه. كاين ديال سميتو الدقيق ديال البطاطا، كاين الدقيق ديال الارز، كاين الدقيق ديال الكينوا، كاين الدقيق ديال العدس، كاين ناصرغو، كاين يعني مجموعه ديال كاين ديال الحمص، كاين كاع داكشي اللي كتقدر من المكونات اللي نقدروا نديروا منها في الخبز ديال الخبز ديال باش يقدروا ياكلوا خبز ديال الدار، سواء مخميرات ولا مسمن وداكشي. كيف ما كتشوفوا هذا لي توست تا هما هادي لا مارك شار ديال نورمال واحد مارك، هي غاليه شي شويه بصراحه. 500 غرام تدير شي 75 درهم. هادو كما كتشوفوا مكسرات، مسكا، سوسات، يعني كلشي هادشي سون غلوتين. هذا تا هو دقيق ذره، حنشه كبيره يعني فيها كاينه ديال 5 كيلو. كاينه سميتو هادو لي سباكيتي. هذه لازاين تا هي سون غلوتين، هذه لا مارشا. ولكن المهم كاين على الاقل كاينين المنتوجات اللي غاليه وكاينين المنتوجات اللي يعني في الحقيقه يقدر في متناول يقدر الانسان ياخذها، باسكو هاد الوليدات مساكل ولا الناس اللي كيعانيو من هذا المرض كيتمحن شويه. هذه خميره تاعت الخبز، بصراحه جربتها كترد الخبز من فوق كيجي بحال ديال الخبز ديالنا حنا تماما. ماشي هذه ديال هذا الدقيق ديال لاباتيت غير بغيتي تصوبو لي بات، البغرير، شي حاجه بحال هكا، الحلوه. يعني هادو تا هما دي توست يعني كاينين دابا الحمد لله. قبل كان كاين مشكل ما كتلقاش، دابا ولا الحمد لله كلشي كاين، كلشي موجود بصراحه. هذا المتجر هذا تنجي تلقى فيه كلشي. هادو هو لي بات كل المجعبه وداكشي. لقيت حتى دي برودوي اخرين بصراحه اللي كانوا غابرين ما كاينينش، دابا الحمد لله كلشي موجود. كاين هاد ايزابيل سون غلوتين بالنسبه اللي كان البلاصوص طوماط، وكاين اللي عاديه. هاد نسكويك حتى هو كذلك، لي جو دو فروي، جو دو بوم، يعني جو دو بانان، كلشي كاين. هاد سوليس حتى هي سون غلوتين، هادي كاينه في مرجان، ولكن راه كاين اللي فيها الغلوتين كاين اللي ما فيهاش. هاد الشوكولاته هو اللي تيدار في الخبز، نقدروا نعمروا به كاين لي سميتو لي كريب وداكشي. كونفيتور حتى هو يعني حتى الانواع ديال الفرومباز ديال الفخاز ديال الليمون ديال كلشي. هاد لي كومبلكس حتى هما فيه انواع، كاين لي بلوز، كاين لي حتى هما جربتهم. هذا غلوتين فري حتى هو كاطو زوين، يعني حتى هو يعني هاد لي كوفريت حتى هما زوينين. هادشي كله اللي تنقول لكم عليه خديتو وجربو ولدي، وزعما تندوق معاه هكا باش تنشوف لوغو كيفاش داير واش مختلف صراحه. هادي نسكافيه، هادي حتى هي هذوك بحال الشكل ديال الحلوه، يعني بحال البونج دايره حتى هي ياك وزوين. عندها لي كوكين مختلف، كاين في هاد الفانيديو كاين هادشي بيها اللي كتشوفوها. بالنسبه لهذا كاين الحجم الصغير. هادو اللي كندوي عليهم هادو بالنسبه للوليدات الصغار اللي كيمشيو للمدرسه، كيبغيو حتى هما مساكين يهزو دوك ما كتبغيش واخا تصوبي ليه كاس تاع العصير ولا شي حاجه ولا ديري ليه في قرعه، ماشي بحال كان عنده حتى هو معلب ديال العصير ديالو. هادي النوكا حتى هي اللوغو ديالها زوين، تيبغي حتى هو يمشي للمدرسه ويهزب حتى هو ديك المعلب ديالو ديال العصير وعادي بحالو بحال. يعني صراحه هاد المتجر هذا راه كاين في مراكش، كاين في شارع اسفي بالضبط حدا مخبزه ديال الكوثر، يعني معروف تما، متجر كبير في اي حاجه تخيلتيها وفكرتي فيها ديال الناس اللي ما تياكلوش الدقيق، يعني الفورس، ما تياكلوش القمح، ما تياكلوش الشعير، ما تياكلوش الشوفان، ما تياكلوش، يعني كياكلوا البشنه فقط، ولكن البشنه بوحدها راه ما يمكنش.
وواخا تنشدو البشنه تنخلطوها مع الروز ونديروها مع هذيك لافارين ديال متاجي. يعني خاص واحد المكونات جربت انا بزاف الانواع باش نقدر نصوب به خبز. اي حك واحد النقطه بغيت نقول لكم عليها هو هذا كولغات. يعني بالنسبه للناس اللي عندهم لا مرضي ديال السيلياك راه ماشي غير الماكله بوحدها، راه مي با دونتيفريس ومي با شامبوان. انا دابا كنقلب لقيت شامبوان سون غلوتين، لقيت السينيال حتى هو كذلك. يعني بزاف الحوايج انا ما نكذبش عليكم عزيز عليا نطلع عليا نقرا على هاد، لان ملي كيكون عندك شي حد مريض صافي كتولي مشغول معاه بان خصك تعرف ان كل حاجه اللي شنو اللي فيها اللي يقدر ياكلها واللي يقدر ما ياكلهاش. هادشي اللي كاين كنتمنى انني نكون زعما فدتكم واحد شويه. كيف ما قلت لكم غنرجع لكم لهذيك المساله ديال واحد النقطه بغيت نناقشها معكم. راه كاين واحد الصودا كدار في الخبز راه عجيبه، وخصوصا واحد الدقيق سميتو ديال اسرغو. هذاك اسرغو راه تيخلي الخبز ما نقولش لكم. بالنسبه لقيت حتى الشيبس فيها انواع، يعني اللي حاره اللي بالفلفله اللي بالثومه اللي ارى اللي بغيتي المذاق اللي بغيتي صراحه. واثمنه اش غنقول لكم كل حسب كل واحد كيفاش كيجي الثمن. المهم هاد الكونفير نتوما شفتوا الثمن ديالو داير 35 درهم. كاين واحد الجمعيات اللي هي جمعيه تاعت الحكمه، وكاين واحد الجمعيه اخرى. هاد جمعيه الحكمه كاينه في الرباط، كنت كنتعامل معاهم. لي برودوي ديالهم ها هي هادي، لو برودوي ديالهم ناقصين في الثمن بصراحه. هاد الدقيق الارز ولا هاد الدقيق لي ميلونج كيكون مخلط. جربت المنتوجات ديالهم صراحه الله يجازيهم بخير، كانت فكره رائعه والله، لان شويه كسرات بعد ديك الاثمنه ديال هذا الشهر شويه غاليه. وكاينه جمعيه اخرى حتى هي تنقلب على لا 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 على البلاصه اللي كاينه اللي كتكون فيها وداك الشيء. راه كيصوبوا حتى كسكسو ديال ايلان. هاد كسكسو ديال ايلان انا راه جربته، كاين ايلان مطحون كنديروا ليه مع الخبز، وكاين هاد كسكسو ديال ايلان تيتفور بحالو بحال الكسكسو، وكاين كسكسو ديال الروز راه كيجي عجيب مذاقو غزال صافي. وهاد ايلان راه صحي صحي بزاف بزاف والله، زعما ماشي انا تندوي لكم على واحد الحاجه اللي انا جربتها فهمتي. هادي السميده ديال الذره حتى هي راه كتجي فيها ديك اللي بغيتي ديرها باللبان هكذا ولا بال بحال كيف تنسميو العصيده ديال البشنه هكا، راه كتجي زوينه حتى هي راه رائعه. هادشي اللي تنقول لكم انا عليه راني جربته، والحمد لله راه كلشي كاين في اليوتيوب. قال لي الانسان قلب على الانسان. هذا دقيق الارز اللي بغيت بحال ما كنبغي ندير شي مسمى شي حاجه، خاص ضروري يكون دقيق ديال الرز. كديرت ليفه ديال دقيق الرز، ليفه ديال الدقيق ديالهم الدقيق اللي كيتصوب من البطاطا كيتصوب سميتو، وتندير شويه من ايلان باش ولكن اهم حاجه في هذا الشيء كامل هو دقيق اسرغو. وعندك الدقيق وعندك هذاك الصودا وراه مهمين هادو. كي ونتمنى نكون فدتكم يا ربي. والسلام عليكم ورحمه الله.